I think Iraq أعتقد بأن العراق في النهاية فعلا ستكون في مأزق وفي ساحة الحرب، وهذا أمر طبعا مؤسف جدا. ومما لا شك فيه بأن هناك هجمات سوف تقع، وهذا سيجعل العراق هدفا. فأعتقد بأن هذا استنتاج حتمي، ولذلك من المهم جدا بالنسبة للعراق ربما أن تعلن نفسها كدولة محايدة أو كطرف محايد، ولكنني لا أرى بأن هذا يحدث على أرض الواقع، مع النظر إلى أن القوات الميليشيات المسلحة والتي تتعاطف مع إيران هي جزء من القوات المسلحة العراقية، وهذا يعقد الأمر ويصعب الأمر تماما. يصبح من الصعب أن تكون في هذا الموقع وتفكر بأنك ستنجو إذا اندلع نزاع، هذا لا يمكن. وحقيقة إذا كان هناك حرب فإن الإسرائيليين قد أوضحوا تماما النهج بأنهم سوف يهاجمون حزب الله في لبنان، وكذلك سيهاجمون إيران في خضم ذلك، لأنهم يعلمون بأن حزب الله سيطلق الصواريخ ضد إسرائيل إذا حدث ذلك. فإن الإقليم بأكمله ستندلع فيه النيران، وستكون لدينا مشكلة جديدة تماما وورطة كيف توقف أمرا كذلك عندما تكون هناك نزاعات مجاورة. مثلا في أوكرانيا، من هو الشخص الكبير في هذه القاعة الذي يستطيع أن يضبط المشهد؟ قد تكون حربا عالمية ثالثة بعديد من الحروب المندلعة في ذات الوقت، وينبغي أن نتجنب مثل هذا النزاع. ومن ثم من المهم جدا لأولئك أن يجلسوا ويتفاوضوا في هذا الأمر، وأنا لا أرى بأن هذا يجري حاليا.